تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقفة لتأييد ودعم الموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء. النهارده بنتكلم عن مجزرة جديدة بتضافت لسجل جرائم عصابات الاحتلال الصهيوني. من هنا بنقول للشعب الفلسطيني احنا جنبكم، احنا في ظهركم. الدولة المصرية مش بتدافع فقط عن أمنها القومي المصري، لكنها بتدافع عن الأمن القومي العربي كله. النهاردة بنتكلم وبأعلى صوتنا وبنقول إن القانون الدولي الإنساني يجب أن يطبق، يجب أن يتم فتح معبر رفح أمام الإغاثة، يجب أن نكون جميعا من المحيط إلى الخليج كعرب يد واحدة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم. العصابات الإسرائيلية